تنساوش تابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. انا ما غنسيني كره حتى شي ورقه باش نمشي نخسر فلوسي انا على قبل ديك العروبيه. تخلي عليك السيده في الثقه. حتى هي بعدا تخلي عليها راجلي انا في الثقه. كان راجلك شحال هذا وضيعتي. موضوع اليوم هو الاعلان على كفاءات جديده في المكتب السياسي. مستقبل هو الشباب. هذا يلاه بعدي وغتحطوها في موقع مسؤوليه ما يمكنش. انا كنحسب لي حنان العزيزه عليك. هني راسك حنا راه ما بايعينش. ولكن راه ولدك مول الارض هو اللي عطاني الكلمه اللي قالها. شوف الا بعتي الارض راك مسخور. وما تولدي من باك. حقي هذاك واحد. الا بعتي راني مبريه منك. الحزب ديالنا كيراهن في البرنامج ديالو على الشباب. مرهن عليهم ولا مقمر عليهم؟ على حسب شنو كتقصدي بمقمر بهم. الا كان القصد ديالك هو المغامره الانتخابيه فالجواب ديالي هو اه، علاش لا؟ غير هي مغامره محسوبه مدروسه في ادق التفاصيل ديالها. استاذه حنان، الحزب ديالكم كيدعي حمايه المراه المغربيه والدفاع عن الحقوق ديالها. لا اسمحي لي، الحزب ديالنا ماشي كيدعي. الحزب ديالنا فعلا كيدافع على المراه المغربيه وعلى الحقوق ديالها. واخا، واش ما كتشوفيش بان السيده اللي هي كتكلم بالاسم ديال الحزب التصرفات ديالها الشخصيه كلهم كيتعارضوا مع الصوره اللي بغى يعطيها للمجتمع؟ شنو كتقصدي بالهضره ديالك؟ كنقصد بان السيد اللي انتي مخطوبه ليه دابا تخلى على المراه ديالو على ودك. كذوب، هاد الهضره ماشي صحيحه. منين جبتيها؟ اكيد هاد الهضره كاينه وانتي عارفه بانها كاينه، وهادشي كله كيبان ليا من ردة الفعل ديالك اللي كنشوف فيها دابا. ردة الفعل ديالي عاديه، لان هاد الهضره اللي كتقولي خاويه وما عندها حتى شي معنى وكذوب وما عندها حتى شي علاقه بالموضوع اللي كنهضروا فيه حنايا. علاقته هو الادعاء ديال الحزب ديالكم بخصوص المراه. باش نسولك، هو تخلى على مراته على ودك انتيا، ما خايفاش عليه تخلى عليك حتى انتي؟ انا غادي تسمحوا لي لان هذا تدخل في الحياه الشخصيه وانا ما غاديش نقدر نكمل هذا البرنامج. ما غاديش نوقفوا التصوير، انتي على المباشر والمغاربه كاملين كيتفرجوا فيك. الا سمحتي تفضلي. تفضلي، الله يخليك. كنجي نخلع ديال الخدمه. علاش؟ علاش راك عارفه؟ فقط 3 ايام وانا مازال ما وجدت حتى حاجة ما كامل. واش لبنى معاك وخايفه؟ شوفي اللي ما وجداتش غادي توجد، والخطوبه ديالك غدوز 5 ايطوال. ويلي 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 وقيلا فاض علينا الماء. جري جري قطعي جري. حنان، الجعبه ديال الماء هي اللي طردقات، الماء فاض في الدار كلها، كلشي فزك. هادشي اللي كان ناقصنا هو هذا، مصيبه كحل عادي، شنو نقولوا للطيفه؟ ما عندنا ما نقولوا لها الماء امان، وهداكشي اللي فزك غادي نشفوه ونرجعوه لبلاصتو. صاحبتي الصبابط ديال الجلد عمرهم ما يرجعوا كي كانوا. حنان اختي كدوي لي على الصبابط ديال الجلد بحال كتلبسي كلشي سيني، هما راه تحفحفوا خصهم يتبدلوا. الله يرحم لك الوالدين، شكرا. حنان المرزق، ثقي بيا داكشي شنو باقا متفائله، دابا تشوفي الخير غيفيض علينا من كاع الجوي. كيف وصلتي للعنوان؟ والو
باقي معصب عليا، كيبغيش تهضر معايا، والله ما عرف شنو غندير معاه. واحد راسك يقول لي هزو ندي لشيبسي. انوار شفتي دوفا؟ خدمه مابقاتش كتفرق مع التليفون. يمكن كتحب. ايه كتحبي؟ لا الدراري معايا في الخدمه دايرين جروب واتساب. والله ما تدوخينا ما تحبكوش، ما كنعرفوكش مزيان، غير قولي شنو كاين. حتى ما كاين والو، مازال ما كاين والو. مازال ما كاين والو، يعني كاين شي حد ومازال ما كاين حتى حاجه. واحد السيد كيجي يدير معندنا للريستو كيتغدى، صافي هادشي اللي كاين. اها قال لك شي حاجه؟ ورا ديال المشكله ما كيقول والو، ولكن انا حاسه بيه كيبغي يقول لي شي حاجه بحال كيخافني نقمع. ملي حاسه بيه بغي يدوي لالا، علاش تقمعي؟ بالعكس خصك تشجعي. لا اختي خليني بكرامتي. ولا مشيت انا دويت مع القطر ساكن كنتخيل هو ما كاين والو. ما عرفتش انا حاسه بلي هاد السيد هو جلال وغادي يرسب السبب كليا. لا مشيتي بعيد. ايوا لالا باش ما نمشوش بعيد، اعترفي قلنا شكون هو. والله الا الدراري اللي خدامين معايا كيهضروا معايا في الواتساب، اليوم جا بقى كيتسناني ومنين ما لقانيش بقى بارك وفي الاخر ما كونسوماش ومشى. مي ما شافهاش ما شافش كاع الشوع، مشات له الشهية. ما ضحكوا ضحكوا، اصلا داك الشاش ما كنبغيش انا نعاود لكم هادشي. بارك عليكم نوضوا ترتاحوا، ها الخطيوات. شكرا بزاف على لطيفه، كل ما جيتي كنت في الزنقه اليوم. ما فهمتش علاش كتقولي هكا، زعما حنا صحابات؟ لا اجي لطيفه، داكشي اللي ضعنا فيه في الدار تعوضينا انت. علاش اختي؟ انا اللي خليت المطلوق. ايوا رجع بلي تفرقعوا وسط الحيط ديال دارك، انت دايره لا سيونس؟ ما تديش عليها اختي، راك عارفه كي دايره. كيفاش ما تديش عليها ملي كنضرب بالحجر؟ قلت شي كلمه العيب؟ لا لا بصح، فهادي عندك الحق. سي فغي اون بليس، كون كنت مخلصه لا سيونس كنا دابا عوضونا. وانا تنوض تحسنك. يلا نوضي. غدا نلقى لكم حل ما تخافيش. نوضي بارك عليك نوضي. خطبه نديروها في قاعه وصافي. قاعه مزيانه ولكن مصاريف ما عولش عليهم. علاش؟ وعندك شي حل واحد اخر؟ كاي بيبينير، علاش ما نستغلوهاش نديرو فيها الخطبه؟ ياك غير بوحدنا. والله الا فكره مزيانه. عرفتي راه مازال ما متيقش نتزوجك، غنبقى نحكم فيك كما بغيت. نعم ما تحكمش فيا، حنا من دوارنا ما كيتحكموش بعدا، زادينا وتربينا حرات. فوق من هادشي كامل انا امراه مستقله ماليا وسياسيا. ماليا وسياسيا اه، ولكن شرعيا وقانونيا لا، راكي مرات الراجل وديري خدمتك خليني ندير خدمتي. ما كتحلم والله. تشاركي في واحد البرنامج سياسي. اها تعرفي بديعة سليم؟ لا سمعت سميتها شي مره ولكن ما هاد الصحفيه ماشي سهله، كتستفز الضيف ديالها باش تخرج منه داكشي اللي بغات. ما عرفتش ولكن كيبان لي هاد النوع ديال البرامج انا مازال ما وجدتش ليه. هادي هي الفرصه، البرنامج عنده شعبيه كبيره. نقدر نعرف علاش انا بالضبط؟ علاش انتي؟ حيت كتستاهلي. بغيناك ترشحي معنا في الانتخابات الجايه. واخا وغادي نكون بوحدي ولا معايا شي واحد؟ انتي في الكفايه، غير هاد البرنامج غادي يكون اون ديريكت. الموضوع ديال الحلقه اتفقتوا عليه ولا عارفين شنو غنقول؟ جوج ديال الحوايج، تقدمي الحزب والبرنامج ديالو، وتركزي على الرهان الاول ديالنا اللي هو الشباب. واخا هاكي سيري لهاد لادغيس.
شي حد كيتسناك تما. شكون هاد نضال؟ تال تما وتعرفي. شكرا سي فاروق. بشير شي حاجه؟ كتبان لي زربتي. بالنسبه لي مغامره كبيره فيها خطر على الحزب. الا رشحنا حنان غادي تقول خطر عليك حيت خايف على بلاصتك. انا يلاه باديها بقى جديده في الطومين. بشير شحال مع المتابعين؟ مازال ما بغيتي تفهم اللعبه السياسيه. مازال ما فهمتكش انت. حنان جاية. أنا هاد فاروق بلي شرف وبدا كيخرف. واحدة جات غير البارح بغيت تفع بها انتخابات. كتهضر على حنان؟ شكون من غيرها؟ نهار حطت رجليها في هاد الحزب كلات لي الدماغ. ما عمري ما ارتحت لها. وكاع هادوك اللي كيديروا راسهم ليا في الأول هما اللي خص الواحد يخاف منهم. مشكلتي ما قدرتش نعرف شنو تحت راسو. ما بقى باغي يقول لي حتى شي حاجه، ما كيتشاور معايا حتى شي حاجه، ما عرفتش. السيد ولات خطر على الحزب. ماشي حتى لهاد الدرجه البشير، تحتاج كثر من قيمتها. انتوما اللي ما قادرينش تحلوا عينيكم. نهار تخسروا الانتخابات غتقولوا قالها البشير، وديك الساعه غادي يكون فات الحال. شفتك بحال اللي وليتي مهووس بهاد حنان. ياك ما كتعجبك. ما كسكتي. سكت حتى انا كنهضر في الشرق، انت كتهضري في الغرب. تجيب لي الشمع ديالها. زين شنو كديري هنا؟ كريم انا جيت نبارك ليك. توت فاسون انا ما نبغي لك غير الخير. الله يبارك فيك. ولكن مالك شنو واقع؟ يلا جيت من لابوراتوار. التحاليل ديالي خرجوا. شنو التحاليل؟ وفسري لي باش نفهم. الطبيب صيفطني ندير شي تحاليل و ملي خرجو قال ليا فيك الكونسير. شي بلان جديد عندك هذا؟ ما كاين لا بلان لا والو كريم. انا جيت غير نعلمك قبل ما بدا التريتمون. ما تسنيتي حتى نهار الخطوبه ديالي انا وحنان باش تعلميني؟ انا ما كنتش عارفه. ما لقيت لما نقولها كريم. انا دابا ما كتبان ليا غير الموت. اسمحي لي برزتك. زهر؟ مالا هادي عاوتاني اش بغيتي عندك؟ قلت لك عندها كونسير. عتا جاو؟ ما عرفتش اش اللي قالت، انا واقيلا قصحت مع الهضره. سلام حنان. مرحبا انا نضال مرات فاروق. تفضل. شكرا. فاروق يهضر عليك بزاف، كيشوف فيك المستقبل ديال الحزب. على داكشي عول عليك في الانترفيو، كتحس براسك واجده؟ يمكن واخا كلشي خلاني من ديك الصحافيه. ما خصكش تخلع وما خصكش تعصب، حيت هي على داكشي كتقلب باش تصيدك وتبروفوكيك. وإذا سولاتك شي سؤال محرج شوفي كيفاش تجنبو. واخا تحكر عليك ما تخليلهاش فين تشدك، حيت انتي مرا زوينة وكتعرفي اش كديري، وعندك الرؤية والكاريزما ديال مرا سياسية. غير خصك تبقى سوغيونت وكالم. هادي هي المشكلة ديالي. يمكن لا شي حاجه ماشي هذيك ولا ما عجبتنيش ما نقدرش نبقى مكالمه.
واش عمرك صيدتي؟ لا جداتي كتصيد، ولكن ما عمري ما صيدت معها. خسارة، حيت الصيادة بصح كتعلم الصبر. كتلوح السنارة كتبقى تسنى. السياسة سي لا ميم شوز، غيني غارونتي. على داكشي خصك تبقى كالم وتصبر، سينو انت اللي غتصيدي. واخا غادي نحاول. واخا اغلبيه ديال الرجال كيشوفوا المراه ضعيفه وما قداش على المسؤوليه، التاريخ تبدل العكس. باغ اكزومبل سيمون دو بوفوار، نيفرتيتي، فاطمه الفهريه، هادو كلهم خلاو الاسم ديالهم في التاريخ. بقاي على صبرتك. يلا جيت من البيبينيير، ما كينحس لا الكريم لا الحميد. عيط لهم شي 10 المرات حتى حد ما كيجاوب. شوفي غيكونوا ناسين تليفون في الدار وحنا دايرين على هاد الحاله كلهم مهولين. ولكن راه ما يمكنش بجوج طافيين تليفونات ومنطقه واحده. عندك الصح، حميد اصلا ينسى الماكله وما ينساش تليفونه. خفت غير تكون واقع عليه شي حاجه. ما يكون واقع عليه والو، غيكون خرج لهم شي بلان من الجن. كريم عافاك ملي تسمع هاد الميساج عيط لي. حنان ولات مقربة بزاف من الأمين العام ديال الحرية والمواطنة. شي كيقول بلي عجبها واخا جيدة دفع الانتخابات، شي كيقول بلي بغا يديرها خاتم صبعو. الدوسي دابا هو عندك، نبغيك تدخلي فيها طول العرض، جهد اللي تندم على النهار اللي فكرت تدخل فيه للسياسة. غير كون هاني السي الخضر، حنا الصحافة الدور ديالنا نوعيو الشعب. راك عارف. مرحبا. خليك على خير. ياك مزال. والله ما كذب عليك امي، انا نزهر ونات ليا دماغي. حنا ولاد الاصل ولدي، ونزهانه دايرها بحال بنتي وكثر. ما يمكنش نخليوها بوحدها وهي في هاد المحنه. بيني وبينك شك فيها انا. اعوذ بالله، عيب عليك تشك فيها. ولي كانت كتكذب عليا؟ على هالمرض فيه الكذوب، وحتى الا كذبات عليك انت، انا راه ما تقدرش تكذب عليا. دابا يا تاجل الخطوبه يا تلغيها في مره احسن. اجل الخطوبه؟ شنو نقول لحنان الناس اللي عرضنا لهم؟ راه ماشي انت اول واحد ولا اخر واحد رجع في الخطوبه ديالو، ومازال الحمد لله ما درتو في الطاجين ما يتحرق. ما عندي ما ناجل فيها امي، الا قلت لها توقع عليها شي حاجه.
راه ما غاديش يوقع ليها اكثر من اللي وقع نزهه مسكينه. كون راجل وسمع كلامي غير هاد المره. ولكن كلمه واحده عندي، ها السخط ها الرضا. شو كتسمع هادشي ما باغيش تقول والو اصاحبي؟ اش بغيتي نقول لك؟ ماشي كله ديال نزهه شام في شريحه ماشي تلاه. ما عجبنيش. شي حاجه ماشي هاديك. شنو غادي دير؟ شوف لي لابو ديال كازا كلهم، شوف الدوسي ميديكال ديال نزهة السقاط. أنا غادي نشوف. ولا شي ناقصك واخا. قال لي السي فاروق هذا البرنامج كيتشاف بزاف في الانترنت. عندهم بزاف لي زابوني سيغ فيسبوك، إلا حطوا شي لايف كيقدر يوصل ل 500,000 مشاهد. ياه. داكشي علاش الانترفيو مهمة بزاف للحزب حنا. واخا. والصحافية كي دايره؟ عز عليها الكلاش. ما كتخلي حتى واحد في التيقار. خاصك تكوني دبلوماسية في الأجوبة ديالك. شنو زعما كتبروفوكي؟ بارفوا بيغ. يومين هادي وانت غابر وساكت ما تقول والو. كنت مرون مع الخدمة. سي خصنا نأجلو الخطوبة. ياك لاباس. خالتي عندها شي حاجة ولا شنو؟ لا لا غير خاصني شي شوية ديال الوقت باش نفيريفي واحد لافير. اين افيرة كاينة؟ حتى من بعد نشرح لك. واش عارف راسك شنو كطلب مني ولا ما عارفش؟ كاين شي واحد كيدير هاد التخربيقات هذا رسمته لعب الدراري نهار بنهار وما كاين حتى شي واحد كيأجل الخطوبة ديالو كريم. غير فهميني يا حنان راني عارف. ما عارف والو. ما عارف حتى شي حاجة كريم. حيت كون كنتي عارف ما غاديرش هاد الشيء. دابا واش غاتفهمي الظروف ولا غادي تفهمي؟ أين ظروف؟ قول لي أين ظروف باش نفهمك؟ اشرح لي ماشي ساكت وبغيتيني نفهم. من بعد نشرح لك. عرفتي شنو غادير؟ وقف عافاك خليني نهبط في حالي. باش كتقولي؟ وقف اكريم بغيت نهبط في حالي الا كنتي انت بغيت تاجلي الخطوبه انا ما بقيتش باغا نتزوج وما بغيتش كاع نكون في الطوموبيل. وقف خليني. ديري دابا شنو؟ مني وقف بغيت نهبط. يلا وقفي. انا غادي تسمحوا لي لان هذا تدخل في الحياه الشخصيه وانا ما غاديش نقدر نكمل البرنامج. ما غاديش نوقف التصوير. انت على المباشر والمغاربه كاملين كيتفرجوا فيك. الا سمحتي تفضلي ندوز الموضوع الاخر واللي هو كيتعلق بخوك الصغير. المعلومات ديالنا كيقولوا بان اخوك عنده بزاف ديال المشاكل ومره كيقمر. ما خيفاش على التصرفات ديال خوك ياثروا على مسارك السياسي؟ لا بالعكس، انا خويا كنعتبره حافز بالنسبه لي، هو اللي غيخليني نزيد القدام. حيت بحالو بحال كاع الشباب فقدوا الامل في المستقبل، في الحياه، فقدوا الامل في البلاد وبداو يغلطوا. خويا حتى هو ممكن يغلط، وانا اختاريت ندير السياسه باش نقول لخويا والخوك وكاع الشباب ان كاين امل في التغيير، والتغيير غيبدا من عندنا حنا الشباب. لا برافو عليك. يعني هادو كلهم شعارات انتخابيه وحنايا اصلا طلعوا لنا في الراس كاسيطة بدلوها شي شويه. لا لا، في الحزب ديالنا هادو ماشي غير شعارات، هذا نهج ومسار غادي فيه وكنحاولوا ما امكن نحققوه في ادق التفاصيل ديالو. والدليل هو ان انا اللي كاينه معك اليوم ماشي شي واحد من القدماء ديال الحزب، يعني ان الحزب كيدفع بالشباب ديالو للواجهه وكيدفع بالشباب ديالو للانتخابات الجماعيه ايضا. انت حاله خاصه. كيفاش؟ بحكم العلاقة اللي كتربطك مع رئيس الحزب ديالكم. على أين علاقة كتهضري؟ شوفي أنت، أنا اللي فهمت واللي بان ليا من الهضرة ديالك هو أن أي مرة ناجحة ولا بغات تنجح ضروري خص يكون عندها وساطة ولا شي علاقة أخرى. واش هادشي اللي درتي أنت؟ حيت كتبان ليا ناجحة وواصلة والبرنامج ديالك عنده شعبية. ميرسي بوكو بوغ لو كومبليمون، ولكن الضيفة في هذا البرنامج هي انت ماشي انا. وشنو هو المشكل في انني انا الضيفة ديالك؟ ما كاين حتى شي مشكل،
خرجنا على الموضوع، ندوزو النقطة الأخرى. لا ما غاديش نبدلو الموضوع، غنبقاو في نفس الموضوع حيت أنا ما عندي ما يتخبى، وبنتي لي أنتي اللي عندك ما يتخبى. بالعكس أنا ما عندي ما يتخبى، غير وكان خرجنا على الموضوع. ماشي عاد دابا، قبيلة، لا سلامتك اللي فهمتيها. سلام كريم. كذبتي عليا علاش؟ واش المرض كيكذبوا فيه الناس؟ جارينيش كثر من هكا عفان، ما خليت فين سولت انا وحميد؟ التحاليل درتيهم في لابوراتوار شمس؟ ما عندك والو. علاش كذبتي عليا؟ ولكن انا كريم ما لقيت حتى شي حاجة أخرى نديرها باش. مليون مرة قلت لك الطلاق ديالنا ما عندو حتى علاقة بحنان. دوزت لك شحال من زبلة ولكن هذه ما ندوزهاش لك. الفيلا اللي مازال بيناتنا غنفاريوها دابا. ولكن ما بقى كنبغيك يا كريم. سيني سيني الو حنان، بغيت تسمع بعدا شنو نقول لك. صافي سمحيني على داكشي اللي قلت ديك النهار، كنت معصب نساي. شوفي داكشي اللي كان واقف لينا في طريقنا راه ما بقاش، من اليوم حنا ديال بعضياتنا، حتى حاجه ما تفرقنا، نبقاو ديما مفاهمين. صافي يلا بسلامه، تنبغيك.